نجهز حصريات يقولون عندنا وقت عند افتحوا لنا بعد بزياده ما علي. انا مره كان عندي خادم بنغالي وهرب وجابوا لي غيره واحد اثيوبي قالوا هذا محترم وهادي ونشيط وطبعا هو في المخيمات الربيعيه بلغوني الجيران قالوا سيء هذا اي سيء حاول انك تبعده سيء جدا فجيت ومعصب وصوت له من صوت له ويهرب من شافني طردته ما لحقته راح ولا يقول يوم تخلى ولد بنغال بدلت بدريس الاثيوبي قلت ان هذا وسيع البال هذا مرامي ومطلوبي وثرة خسيس وخبيث اعمال ويعطي لك العلم مقلوبي وعنده مواضيع ما تنقال من سمعها قال نكوبي هرب وهو رافع السروال وانا طرده رافع عن ثوبي من صوبه النقص والاهمال ما جالها النقص من صوبه ولا على وجهه.